السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدين ديالي ومشاهدات ديالي، لاباس عليكم؟ مزيانين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى الى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ديال اليوم. وسمحوا لي على الصوت ديالي، انا عيانه شي شويه، داكشي علاش غبت بشحال هادي ما درتش فيديو. المهم اليوم وليت شويه وجيت نتقاسم معكم واحد الطاجين اللي هو ساهل وزوين، كيجي غزال الصراحه وخفيف، ما كيجيش يعني فيه الدهنيات بزاف اولا. هذه الطاجين بالقنيه كما كتشوفوا معايا، عندها هنايا القنيه ديالي، ها هي هذا الراس ديالها، الراس ديالها مهم في خيطات. المهم انا هذه القنيه هذه شرملتها البارح في الليل، درت ليها هذه العطريه هذه وقدت ليها المسائل ديالها، فهمتي؟ باش تشرب ليا داك العطريه ما تبقاش يعني كما كنقولوا تجي باسله. ودابا ان شاء الله غادي نطيبها للغدا، نديرها في الطاجين. كنت غادي نديرها في الطاوله، ولكن قلت علاش ما نديرها في الطاجين من الاحسن. المهم كما كتشوفوا معايا عندي هنا خمسه ديال البصلات، شويه ميه ما كبر ما صغار، وجوج صوص ديال الثوم كبار حتى هما، شلتهم مزيان مزيان مع هاد البصله هذه. عندي هنايا العطريه كما كتشوفوا، دايره غير شويه شويه من العطريه، حيت كما قلت لكم راني مشرملها بالعطريه بعدا البارح في الليل. عندي هنايا شويه البزار، شويه الملحه، شويه ديال السكنجبير، شويه الخرقوم، غادي نزيد واحد التبيسه ديال سميتها القرفه راني نسيتها. عندي هنايا صبر ومعدنوس، بطبيعه الحال غادي ندير زيت المائده. صافي غادي ندير في الطاجين ديالي واحد شويه البصله من التحت كما كتشوفوا معايا، واحد شويه البصله من التحت. سمحوا لي راني غبت واحد شويه، كنت عيانه الله يجيكم، راكم عارفين هذا الجو هذا كيتبدل وهذا ولا كيمرض. صافي غادي نستف على هذه اللحمه ديالي غير بشويه، وغادي ندير الزيت وغادي نقص العافيه. ديما كما كنقول لكم انا الطاجين اولا سميتو هذا الطياب هذه كندير العافيه مهيله بزاف 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 كاع، باش هذا ما كيلصقليناش، وباش ما كان هذا الشيء هذا ما كيجيش دغيا، يعني العافيه غادي تخطفو لينا ما يجيش هو هذاك. صافي هادو حتى نعاود نقطعهم صغار. العطريه ما غاديش نديرها دابا، دابا غادي نشعل عليها بحال هكا ونخليها قليله، عاد غادي نخلط الزيت البلديه وزيت المائده ان شاء الله، وغادي نديرها من الفوق. ها نتوما معايا، ها نتوما غادي نرفق الطاجين ديالي اللي بالقنيه، غادي نرفقو بهذا النجال هذا. الناس اللي ما شافوهش راني درتو في لاشين ديالي في الاول فاش يلاه بديت، راه كيجي هائل. وغنرفقها بطبيعه الحال بالشلاطه ديال الفكوس ومطيشه والبصله، وغادي نزيد ديال الباربا محكوكه ان شاء الله. كما قلت لكم بحال هذا الشيء هكا، بحال دابا الشلاطه ديال الباربا وهذه كنديرهم يعني قبل، بحال مثلا الباربا سلقتها البارح في الليل وراني دايرها في الثلاجه بالماء ديالها وهذه باش كتبقى مزيانه. بالنسبه لهذا الدجاج كنغسلو مزيان ونحيدلو داك الرويصه ديالو وهذا، وكنقسمو هكا على جوج. غادي ندير شويه ديال الملحه بحال هكا، راني رادة البربة فيها الماء باش تطبخ، راه كيجي هاد الفرماج كيجي هائل، بسم الله هاد الدنجال كيجي هائل هائل هائل. هذا راه ياسمين قالت لك ديريه لنا اليوم، كيجي زوين هاد الدنجال هذا. صافي ملي غنديرو هكا وغادي يطبخ ليا داك الماء، غادي نديرو في الكسكاس ديال البرمة وغادي نديرو يتفور ان شاء الله، حتى يتفور ان شاء الله مزيان. بقى نقيسوه بالفرشيطه نعرفوه الا صافي، يعني راه الفرشيطه كتدخل مزيان يعني راه تفور وان شاء الله. وغادي نقول لكم شنو غادي ندير له، راه كيجي هذا الدنجال صدقوني كي ما تشبعوش منه والله العظيم، اللي كيجي هائل يعني بمعنى الكلمه. كما كتشوفوا معايا ها هي الكميه ديالتي راه كتشحر، كنبقى نقلبها غير بالفرشيط هكا على ما تشحر ليا مزيان والعافيه. كما قلت لكم راها مهيله، نقصها مزيان حتى تشحر لي مزيان مزيان، عاد غنزيد عاوتاني
ديك البصله ونخليها تشحر حتى هي. وعاد غادي نزيد العطريه كما كتشوفوا معايا البصله باقي ما درتهاش كامله حتى كيتشحر هادشي مزيان. عاد غنزيد البصله ونزيد العطريه ونزيد واحد شويه ديال ربع هذا سكين كبير. غادي ندير غير شويه حاش غادي نرافقها باللوز باللوز محمر وغادي نزيد عليها ان شاء الله. المهم غادي نزيد عليها شي ديكور اخر ان شاء الله. وانتم معايا باش غادي تشوفوا المائده ديالنا كي غتجي اليوم. وغادي نرافقها ان شاء الله بلي سلطه يعني سلطه اللي متواجده عندي في البيت غادي نصايبها. والمهم ان شاء الله كنتمنى غادي تنال الاعجاب ديالكم بهذه الطويله ديال اليوم هذه مائده الغداء ديال اليوم. وبقاو معنا باش تشوفوا النتيجه. ها انتم المشاهدين ديالي المشاهدات ديالي غادي نوريكم الطريقه ديال هذا الدنجال ديالنا راه كيجي هائل هائل صدقوني كيجي واعر. ها انتم بقاو معايا نجيب غير معلقه سمحوا لي. ها انتم راه طايب باش نقرب لكم الكاميرا. ها انتم شوفوا راه طايب. دابا شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي ناخذ مهراز. انا عندي غير هذا ديال الخشب ولكن الحمد لله كيقضي كما كنقولوا. غادي ناخذ هذا المهراز ديالي غادي ندير عندي هنايا قزبر ومعدنوس مقطع هانتوما كما كتشوفوا معايا نديروه هنا. كي عرفتي هاد الدنجال والله العظيم الصراحه اللي كلاه عندي كيحمق عليه. هذا الدنجال هاد الوصفه هادي خديته من عند واحد الاخت ديالي هي اللي كانت كديرو ومن بعد ما لي نطاو ولاو كيديرو حتى هما. وعندي هنايا الثومه حتى هي غادي نديرها هنايا. وعندي هنا في العطريه عندي الكمون الخرقوم شويه د الملحه. على شويه د الملحه هاد راه غنقص منها حكاكه باش شفتو معايا راني دايره الملحه هنايا في الدنجال باش ما يجينيش باسل. وعندي هنايا التحميره وبطبيعه الحال غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون او زيت نباتيه على حسب اللي بغيتو. بالنسبه للدنجال ديالي شنو غادي ندير له هانتوما غادي بقى ناخذ هكا كنخويه هانتوما كنخوي وندير هنايا نحاولوا نخويوه بنتي هادي نخويو له كاع داك القلب ديالو هانتوما كما كتشوفوا معايا نخويوه باش ما نطولش لا فيديو. غادي نخوي هادشي كله هنايا ياكو فاش غادي نخوي هاد الدنجال هذا وغنرجع معاكم نوريكم كيفاش غادي ان شاء الله نصاوبو. وغادي ندق هاد القزبر والثومه عاد غنزيد عليهم العطريه وغادي نوريكم شنو غندير. هتسمحوا لي راه ما معناش الغش انا راني حيت الربيع راني نسيت خصني ندير الثومه هي الاولى ياك. وغادي ندير لها شويه الملحه باش علاش الثومه باش تدق ليا عاد غندير داك الربيع نتو. اما الا درت الربيع عاد الثومه ما غاديش تبغي دغيا تدق ليا هكا دغيا غندقها وعاد ندير الربيع. ها انتما كما كتشوفوا معايا كما قلت لكم راه دغيا كدق هكا الثومه ملي كديروا لها غير شويه ديال الملحه وكتدقوها هي الاولى راه دغيا انتما. عاد دابا غادي نزيد الربيع ديالي بسم الله صافي بلا ما نطول عليكم الفيديو. غادي ندق هذا الربيع حتى هو مزيان عاد غنزيد العطريه. هنا واحد الحاجه راه نسيتها راه خصني بيضه راني غير ما حطيتهاش راه كاينه خصني بيضه كنحتاجو حتى بيضه حتى هي هذا الدنجال معمر كيجي زوين في الفران. ها انتما الغزالات ديالي ها هو الربيع والثومه والعطريه راني دقيتو دابا شنو والدنجال اللي راني خويتو دابا شنو غندير. غادي نزيد عليهم هذا غادي نزيد هاد الشرموله
الغزالات ديالي، المائدة ديالتي مائدة اقتصادية، مكونات موجودة في كل بيت. انتما كما كتشوفوا معايا الطاجين ديالي كيجا، ضفت عليه شويه ديال الزبيب واللوز، وهذا بيض ديال السمان. هانتوما البنجر ديالنا كيجا راه جاهائل، روعه الصراحه. هذه الشلاضه ديالتي هذا بالكوز والبصله ومطيشه، يعني عاديه ماشي شي حاجه اللي يعني تحتاج اني نشاركها معكم، راه سهله. هذه الفريد ديالي درت ليها اليوم، درتها في الماء ودرت لها شويه ديال الخل، كتجي مقرمله ولكن ماشي بحال اللي كندير لها مزيلة الصراحه. هذه هي المائده ديالتي اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بالبارطاج وبلي لايك، ويعني وتقدروا كما كنقولوا هالثمره اللي كيديو الناس ديال القنوات ديال اللي عندهم القنوات. الصراحه راه كاين شويه ديال الثمره، راه اليوتيوب ما سهلش، راه يكذب عليكم الكذاب يقول لكم اليوتيوب راه ساهل، اليوتيوب ما ساهلش، راه كاين شويه كاينه ثمره، كاين يعني بنادم خصو كما كيقول الا بغيتي توصل راه ضروري ضروري خصك تمحن شويه. وهذا فلو يا غواخادا اللي تقاسمته معكم اليوم، راني زدت عليه اللوز، كيجي هائل 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 كما كتشوفوا معايا، كيجي روعه كما قلت لكم. انا ولا دابا معتمد عندي، ما يعني دائما كنديرو، وسمحوا لي بزاف الا كنت كنطول عليكم شي شويه، كيعني في الفيديو ما كنحطش دائما نظرا للظروف ديالي، الظروف ديالي الصحيه والظروف ديالي العائليه. انتوا راكم عارفين اللي يبدو بوحدو شي شويه راه صعيب باش تصور، وهذه وهذا الشيء اللي كاين. وكنشكركم بزاف بزاف، كنشكر الناس اللي داخلين عندي جداد القنوات ديال الحالات ديالي، كنشكر الناس اللي كتلف ليا تعاليح، والناس اللي كتوقف معايا وكتعيط ليا في واتساب وكيتحاولوا يغبرت كيعيطوا ليا، مساكن حيت عارفين شنو كاين وهذا، كنشكرهم بزاف بزاف. وكنشكر الجاليه المغربيه ديالتنا، كنتمنى الله يدخلوا هذا العام ان شاء الله، نشوفوا معاهم نشوفوا مع خوتنا. انا كنحس صراحه خوتي بزاف، خواتي عماتي صراحه بغينا نشوفوا معاهم، وولاد خوتي حتى هما مساكن الله يخليهم ليا ان شاء الله، ربي يحفظهم ويحفظ جميع المسلمين. والسلام عليكم، وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم الفيديو. يلا السلام عليكم، صحتكم.